جايبه الهديه الفرصه اليوم لكليه جبت لكم شد بيا كل يرفع المهمات وايه الكرسي لقيت الحفاضة الذهبية داخل باك دالة تصلي بالرقم الأخضر باش تحصلي على الكولي ديال الذهب ليك وآية الكرسي لطفلك كيسوا 3 مليون سنتيم. غزال هاد الكولي أي معادلة. تحية طيبة لمشاهدات برنامج زينة، برنامج الجمال بامتياز. حلقة اليوم سيستضيفنا فيها مركز الجمال والتجميل ماركو ألداني الذي افتتح أبوابه مؤخرا بالمغرب في أول مركز تجميلي لهذه الماركة بالمغرب بعد انتشاره بما يناهز 400 مركز جمالي عبر ربوع العالم. في هذه الحلقة سوف نعرفك سيدتي على تقنية مفيدة وسريعة لمعالجة تعب اليدين وللحصول على أفضل نسبة من الجمال لهذا الجزء الهام من جمالك. مرحبا بقناة المرأة تيفي في محل تجميل وعلاج الجمال ماركو ألداني. اليوم غادي نشوفوا واحد تقنية جديدة ديال المانيكور وسريعة أوميم طو، غادي نشوفوا كيفاش كاين واحد التغيير. خبيرة الجمال كريمة تبدأ تقنية معالجة تعب اليدين ومنحهما أفضل مستوى من الجمال بوضع اليدين على مستوى الراحتين والكف بأكمله داخل سائل خاص. نتابع خبيرة الجمال كريمة من محل تجميل وعلاج الجمال ماركو ألداني بعد أن قامت بإزالة الخلايا الميتة من أظافر العارضة سميحة تمر إلى مرحلة ترطيب على مستوى اليدين بالكامل. بعد هذا تقوم خبيرة الجمال بإزالة الخلايا الميتة على مستوى الأظافر وكذلك الشوائب والأوساخ العالقة بالأظافر.
تواصل خبيرة الجمال كريمة معالجة عيوب اليدين، وطبعا بواسطة مستحضرات خاصة. وهنا لابد سيدتي من أن أنصحك باختيار مستحضرات جيدة من النوعية الممتازة حتى لا تكون نتائج عكسية. في النهاية وبعد إزالة الخلايا والشوائب العالقة باليدين، تصل خبيرة الجمال إلى ذروة المرحلة أو التقنية المخصصة لإزالة تعب اليدين، ألا وهي تقديم تدليك مدروس وبطريقة علمية من الكفين إلى المرفقين لتحريك الدورة الدموية بالشرايين الدقيقة لهذا الجزء الهام كما قلت من جمالك سيدتي، وبحركات خفيفة ومريحة تأكدي أن التعب سوف يروح إلى غير رجعة، طبعا في انتظار تعب جديد تحت إكراهات الحياة، وسوف تستمتعين بكفين فائقي الجمال وبالصحة والراحة. النصيحة الأولى سيداتي تنصحك بها هو التغذية، تغذيتكم متوازنة. النصيحة الثانية ابتعاد على الماء سخون وعلى لي برودوي شيميك. والنصيحة الثالثة سيداتي هو ملي تبغي تنعسي ضروري يكون حداك واحد لاكريم ولا زيت من نوع رفيع بيان سور باش ديري ليديك باش تحافظي عليهم. فرحتنا برمضان مع سداري ميزيدور اللي كيهديكم على كل مترو خديه ميزيدور الخاصه بالصالون والمعروفه بتوب ميزيدور. عرض صالح الى 7 يوليوز. ريشبوند، يا سلام.